التأمل. هذه الكلمة رجعت طالعة في الترند في العالم كامل. You talk about transcendental meditation for me. Transcendental meditation. Anyway, so I want to talk to you about TM, which I have now been doing 41 years. At that time I took on meditation. Here's how I was turned on to transcendental meditation. Okay. كل شيء تيهضر على التأمل. كاين اللي تيقول بلي التأمل غير له حياته. Yes. And actually meditation changed my life. Transcendental because, meditation? Yeah. Meditation changed both of our lives. التأمل هو أحسن حاجة في العالم. She's the best thing that ever happened to me. كاين اللي تيقول بلي التأمل بحال واحد الكذبة. It's a lie. أو بحال واحد تنتفلاو على الناس بهذا المعنى. تيقول لك لا، التأمل هو الضحك على العقول. فمرحبا بكم اليوم في خرافة أم حقيقة علمية، فين غادي نناقشوا الموضوع ديال التأمل. غادي نشوفوا أول حاجة من الناحية العلمية، واش كاين شي اسس ديال التامل؟ واش كيصلح لشي حاجه؟ واش عنده شي تفسير علمي؟ وثاني حاجه غادي نشوفو من الناحيه الدينيه، لان شحال من واحد كيعيب في التامل وتيقول بلي التامل هو مخالف للدين الاسلامي. فنشوفو واش هاد القضيه صحيحه او لا غلطه. دونك معكم دكتور اسامه بوشقرون. الناس اللي ما تعرفونيش، انا اختصاصي في العلاج النفسي بدون ادويه، وكنخدم بالعديد ديال الطرق ديال العلاج النفسي، وانا طبيب قريت الطب واختصيت في هذه المساله ديال العلاج النفسي. فالموضوع ديال التامل هو موضوع اللي بحثت فيه كثيرا. انا شخصيا كنت سافرت للهند، مشيت شهر للهند وشفت الثقافه ديال الهند. وقبل ما نمشي بيان سور وصوني بزاف الناس عندك حدا راسك، راه كاين اللي كيعبدوا الفيران، كاين اللي كيعبدوا البقر. وفعلا تلاقيت اللي كيعبدوا البقر، تلاقيت الصراحه اللي كيعبدوا الفيران، واكتشفت ثقافه مختلفه على الثقافه المغربيه. تلاقيت حتى المسلمين في الهند. هذا موضوع اخر ديال الثقافات وهذا الشيء كامل. موضوع ديال التامل شخصيا اكتشفته بالتجربه. نهار الاول ملي جيت نجرب التامل ما بغاش العقل ديالي يوقف، وهذه كانت بالنسبه لي بحال واحد الحاجه غريبه، بحال داك ديكارت مي قال لهم انا افكر اذا انا موجود. بديت كنسول راسي واش نقدر نكون انا موجود بلا ما نفكر؟ واش العقل ديالنا عنده لا بوسيبيليتي انه يكون جالس واحد الحاله ديال الهدوء بلا ما يفكر؟ بمجرد ما طرحت هذا السؤال وقلبت عليه، لقيت بزاف الناس كيقولوا بلي ما يمكنش. انا تخلي الشك، لان كاين عدد الناس يقولوا كنك توصل لو سيلونس كومبلي. التامل بصفه عامه هو واحد الطريقه اللي كتخلي بحال كتمرن العقل ديالك باش انه يخدم لمصلحتك ماشي يخدم ضدك، لان اغلبيه الوقت ملي كنبقاو غاديين في ستريس بزاف كيرجع العقل ديالنا ماشي في مصلحتنا، او كونترير هو اللي كيهلكنا، هو اللي كيعرقل لنا الامور. كاين بزاف ديال المدارس ديال التامل، بزاف ديال المدارس المختلفه. نقدر نهضر لكم اليوم اون ديتاي على المايندفولنس بيزد ميديتيشن. هاد المايندفولنس بيزد ميديتيشن تيقول لك اش نتعلموا ونركزوا على حاجه وحده، نركزوا غير على التنفس، والاشياء الاخرى اللي توقع في قلب العقل ديالك بحال الافكار المشاعر ولا اي تفاعل كيف ما كان، حاول انك ما تضربش معاه، ما تجاوبش معاه وما تفكرش فيه، ولكن خليك تكون غير مراقب. القضيه ديال المراقب الاحوال ديالك والمشاعر ديالك، اكتشفت انها كتخلي الانسان يدير واحد الحاجه اللي كتسمى لا ديسوسياسيون. هاد لا ديسوسياسيون عندها بزاف المنافع، بالخصوص ملي تنتكلموا على مشاعر سلبيه، على صدمات، لان واحد الانسان اللي مدوز واحد الصدمه خايبه ما يصلحلوش يبقى يعيشها ويعود، لان راه دازت عام عامين 3 سنين 4 سنين 5 سنين على واحد الصدمه، ولكن بمجرد ما كنتذكرها كتعاود ترجع بحال الا مازال عاد وقعت دابا ولا هاد يومين. فبالتالي هاد الصدمه خصنا نديرو منها اون ديسوسياسيون. هاد لا ديسوسياسيون كتساعدنا فيها التامل الى دار بطريقه صحيحه، انك تبدا تشوف المشكل ديالك عن بعد. فنقزو نشوفو الامور من الناحيه العلميه، انا ديروا بزاف الابحاث العلميه على المايندفولنس بيز ميديتيشن، ماشي بحال التامل الاخرين قلالين الابحاث. ولكن هاد الام بي اس ار كتسمى اللي كتداز على واحد المده ديال 8 الاسابيع ولا 6 الاسابيع، هو واحد البروغرام اللي عجيب. كيدخل الانسان اي اون فوا بار جور بوندون واحد 20 مينوت، يعني 15 دقيقه ولا 20 دقيقه في النهار اولا نوبه في السيمانه لمده 3 سوايع، كيعلموا تعلموا الناس انهم يديروا التامل ويطبقوه في الحياه ديالهم. البحث الاول اللي دار في 2012 روت باير، ماشي البحث الاول ولكن واحد البحث اللي قويم، يعني قوي، دارتو باش قارن بينات الفعاليه ديال الام بي اس ار في المواجهه ديال الستريس. انه بطريقه علميه، يعني بواحد البحث علمي منظم، اكتشفوا ان فعلا الناس اللي كيعانيو من الستريس يمكن لهم يمارسوا التامل ويحسوا بالراحه. فالا جا شي واحد دابا من المدرسه العلميه كيف ما كانت وجا وانتقد التامل، ف
فهنا نقدروا نقولوا انت اللي كتنتقد التامل اللي هو تم الاثبات ديالو علميا. كيفاش كتفسر انك حدا على سبيل المثال مرتي تاخذ واحد الانتيبيوتيك، الا كنتي حدا فيك واحد السخانه وعندك واحد البكتيريا غتجي تاخذ واحد الانتيبيوتيك، وعلاش ما تاخذوش، علاش ما ديرش التامل ملي تحس بالستريس؟ لان من الناحيه العلميه دابا تنتكلموا التامل تم الاثبات الفعاليه ديالو في هذا البحث ديال 2012. نشوفوا من ناحيه واحده اخرى عاوتاني، المانيا، روبرت شنايدر طبيب خدم على الفعاليه ديال التامل بالنسبه لي باسيون اللي عندهم امراض قلبيه. دابا ملي كيكون واحد مريض بالقلب فنورمالمون راه مريض بالقلب، علاش غادي نمشيو نديروا واحد العلاج نفسي ولا ندير واحد التامل واحد كيطرح على راسو؟ هنا فين كتجي لا كونيكسيون بين لو كور اي لسبري ولا كونيكسيون بين لو كور اي لو سيرفو. ملي كيكون العقل سليم الجسم تاعو كيكون سليم، هاد القضيه كاملين فهمناها، ولكن علاش ما تنطبقوهاش؟ هاد الابحاث العلميه بينات بلي التامل ماشي شي حاجه اللي مازال عاد كنتسالو واش فعاله ولا ماشي فعاله، لانها صافي سي بون هاد القضيه الا افيكاس. واخر بحث اللي كنعرفو دار في 2022 واحد الفرقه ديال واحد السيد سميتو هوج، واحد الصديق ديالو كيعيطوا له اي اي، الا قلبتي هوج اي اي 2022 تخرج لكم ليتود. هنا فين قارنوا لي زونتي ديبريسور يعني مضاد الاكتئاب بالتامل، ولقاو باللي التامل او موان اوسي افيكاس كو لي زونتي ديبريسور، يعني على ادنى مستوى على الاقل عنده نفس الفعاليه ديال لونسي ديبريسور او لا بسيكوثيرابي يعني العلاج النفسي. هنا خصنا نفهموا بلي هذه الطريقه ديال التامل ما عندهاش علاقه بواحد الديانه هندوسيه ولا ديانه بوذيه ولا شي حاجه، لا كيدخل واحد كيمارس التامل يقدر يكون مسلم ولا مسيحي ولا حتى يهودي او لا بوذي، ما كيهضروش على الدين ولكن كيهضروا غير على الدماغ بكل بساطه. التامل اللي ما فيهش لي دوغم، يعني تندخلوا باش نديروا لا ميديتاسيون كنتكونيكتاو مع العقل ديالنا بواحد الطريقه وكنستافدوا في الدواخل ديالنا. مازال نبغي ندير لكم اون فيديو في المستقبل فين غادي نشرحوا شنو تيوقع بالضبط في العقل ديالنا ملي كندخلوا للتامل، ولكن اليوم بغيت نجاوب الناس على هذه القضيه ديال ان التامل ما مزيانش، التامل كيحمق، التامل كيهبل كيسطي. فإلا كنا نهضروا على بعض الحالات، لانه بطبيعه الاحوال كاين ديما واحد الناس اللي كيعانيوا من شي مشكل وتيقول لك لا انا هذا المشكل ها اللي داروا ليه واحد بالتامل ولا هذا، فانا نجاوبهم انه شحال من واحد كان كيقرا القران وحماق، ما تيعنيش هادشي ان القران ما مزيانش. هذا باش شحال واحد كيقرا القران تيقول انا هو المهدي المنتظر، انا عيسى بن مريم، واش هادشي تيعني بلي القران اللي فيه المشكل؟ فالتامل نفس الشيء، في بعض الاحيان كيكونوا ناس كيعانيوا من امراض نفسيه تيدخل في التامل كيبقى حدا بيدي التامل 10 سوايع 15 ساعه، وهاد القدره هادي ديال 10 15 ساعات ماشي شي حاجه طبيعيه، هي جاتو حيت بار اكزومبل اي فا ديفلوبي داك لا بيبولاريتي، غنجيه ان ابيزود مانياك يعني غادي يجيه الطاقه بزاف. فعلى كل الاحوال الناس اللي يدخلوا التامل ما خصهمش يعمروا راسهم بهادشي بزاف، ما يمكنناش حنا نمشيو نديروا التامل ونقولوا عندك يوقع لنا بحال هذاك اللي وقعت له مصيبه، اولا حنا نطلعوا غير في السياره ونخافوا على راسنا. التامل واحد لا براتيك اللي بالعكس هادئه ما فيهاش لو دونجي، ما فيهاش الخطر، والخوف بحد ذاته يعني الا بديتي دير التامل وحسيتي بالخوف فهنا خصك تعرف تتعامل معه، واذا كان عندك واحد الاستاذ اللي مزيان ضروري ما غيعلمك كيفاش تتعامل مع الخوف اون ريبونس رابيد بالنسبه لي. الا كان شي واحد كيحس بالخوف وما عارفش كيفاش يدير التامل فبكل بساطه الخوف هو غير شعور، الا اعتبرتي الخوف غير شعور فما كيبقاش كيتحكم فيك، ولكن كترجع انت كتحكم فيه كتنقص منه اولا كتحس به. وهذا هو الفلسفه ديال التامل، هو انك ترجع لو متر ديال طون سيرفو، كترجع انت هو الشيف ديال الحياه ديالك، انت المتحكم والقائد في الحياه ديالك. نشوفوا من الناحيه الدينيه، من الناحيه الدينيه بزاف كيقول لك لا التامل حرام، بصفه عامه هو كلمه ديال التامل كلمه جديده، فخصنا نشوفوا احنا شنو الكلمه اللي كانت كتستعمل في الماضي لهاد لا براتيك اللي هي ديال التامل. بكل بساطه هي التذكر في خلق السماوات والارض، يعني هذه كاينه ايه في القران الناس اللي تتذكروا في خلق السماوات والارض، اول واحد اللي خصنا نستافدوا منه ونتبعوا السنه ديالو هو سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام اللي كان كيطلع لغار حراء باش كيجلس بوحدو. شنو كان كيدير؟ بيان سور كان كيدير واحد الحاله ديال التامل اولا ديال الذكر، يعني هما حالات ديال الخشوع المختلفه. حنا للاسف فهمنا الدين ديالنا بواحد الطريقه غلطه، فهمنا الدين ديالنا انه خصك تاكل باليمينيه ما تاكلش باليسريه، الطواليت تدخلها برجليك اليسريه وتقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث، ولكن ما فهمناش ليسونس يعني لوريجين والاساس ديال الدين
اللي هو هذه هي السنة ديال سيدنا رسول الله الحقيقية، هي البحث عن الحق، البحث عن الله. حيث سيدنا إبراهيم راه ميم شوز، الرسل والأنبياء كاملين كانوا كيطرحوا على راسهم هذه الأسئلة اللي عميقة. وفعلا دابا شحال واحد تيقول لك لا أنا ما نطرحش على راسي هذه الأسئلة، من حقك أنك ما تطرحهمش، لكن ما كيعنيش هذا الشيء بلي أن التأمل ما مزيانش. يعني شحال واحد ما يقدش يطرح على راسه هذه الأسئلة، يمكن كيمر بفترة صعيبة، يمكن ما واجدش، يمكن ما عندوش المؤهلات، يمكن داز من عائلة فيها الصدمات، ولكن التأمل كيبقى واحد الحاجة اللي هي الأساس ديال الدين ديالنا، لأنه ميمكنناش حنا نتبعو الدين بلا الروحانيات. غادي يرجع الدين بحال واحد السارية خاوية، واحد السارية قاصحة ولكن خارج منها الشوك. الروحانيات هما اللي كيخليونا نتقربوا من الله، نتخشعوا. فشنو هو التأمل؟ هو القرب من الله، هو الاتصال، هو الصلاة. إذا نتكلموا على التأمل، فأنا تنقول أجي نسد عيني، نتصل بلو سيلونس، يعني نحاول نوصل للصمت. والصمت هو واحد الشيء اللي حتى هو خلقه الله، غير هو في واحد الوقيته ربي خلق المخلوقات، يعني ما كانوش المخلوقات، عاد خلقهم ربي واحد واحد اللحظه، وحتى الوقت براسه مخلوق، حتى هو تخلق. فقبل ما يكون الوقت، وقبل ما يكون المكان، وقبل ما يكونوا الناس، وقبل ما يكونوا الحيوانات، وقبل ما يكونوا الكواكب ولي زاتوم ولي سباس، حتى الفضاء براسه، حتى داك سميتو امبتي سبيس كيعيطوا له الفراغ، قبل ما يكون الفراغ كانت واحد الحاجه واحده اخرى نقدروا نسميوها الصمت. دونك الصمت هو واحد الحاجه اللي قريبه لسيدي ربي اكثر من المخلوقات. فانا بالنسبه لي التامل هو واحد الاتصال بهذا الصمت، يعني واحد القرب من الله. اهم حاجه في هذا الشيء اللي تعقلوا عليه هو ان التامل هو سنه كان كيديرها سيدنا رسول الله، ما كانش سميتها التامل، ولكن ما كيعنيش بلي ما خصناش نديروها، يمكننا حتى حنا نديروها. واول تامل اللي خصك تعرفوا ماشي هو التامل ديال المايندفولنس وهذا الشيء كامل، لكن التامل الاول هو الصلاه، لان حتى الصلاه هي بحد ذاتها تامل. الذكر هو تامل، فعلا كتتكلم اولا كتذكر في الدواخل ديالك، ولكن هو راه تامل. فاحنا ما خصناش نمشيو ضد هذا الموجه ديال التامل، بالعكس التامل هو اساس، حاجه اساسيه في الدين ديالنا. كنتاملوا يعني كنشوفوا في الخلق السماوات والارض، وكنشوفوا العقل ديالنا كيفاش خدام، وكنشوفوا اشياء اخرى. حاجه اللي مهمه هي اللي قلت لكم قبيله، يفو فير اتونسيون دي دوغم، يعني خصك تبعد من واحد الاشياء اللي تقدر تخلق علاقه سلبيه، علاقه سامه. في بعض الاحيان الناس ما تيفكروش انهم هما يتحملوا مسؤوليه ديال راسهم، يعالجوا راسهم، يشوفوا الصدمات ديالهم، يمارسوا التامل، يستمتعوا به. لا، تقلب على واحد الشخص اللي كيدير هذا الشيء، وكتكون بحال واحد العلاقه سامه، لانه كيبدا كينتظر من داك لو ماتر سبيريتويال او لا ان ثيرابوت او لا ان كوتش، كينتظر منه انه هو يوصل له ديك الحاله الايجابيه. وهو ضروري الواحد خصو يخدم على راسو الا بغى يتغير. وهذا بحال واحد التحذير، الا كنتي كتشوف هاد لا فيديو، سواء كنتي نتايا كتبع ان ثيرابي او لا انت براسك ان ثيرابوت، فانا كنحذرك انك ما طيحش في داك الفخ ديال انك انت تكون كتنقد الناس، ولكن خليك انت بكل بساطه كتمارس التامل، مارس التامل على راسك. ولا بغاو الناس يعني يتساعدوا بيك سي اون بون شوز، وما طيحش في داك الفخ. وسورتو الناس اللي كيسونتري دو، يعني الناس اللي عندهم واحد المهاره، هما اللي كيطيحوا في هذا الفخ ديال انني غادي نساعد الناس باش انهم يخرجوا. وهاد القضيه ما خصش واحد يطيح فيها، خص فريمون كل واحد تلقى عنده مسؤوليه ديال راسو. تيقولوا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. عندي اون بون نوفيل باش نختموا راه فيديو، وهي برنامج كون طبيب نفسك. برنامج كون طبيب نفسك واحد البرنامج اللي هذه دابا 8 شهور حنا كنوجدوا فيه، برنامج كامل فيه حصص ديال التامل، ديال التنويم المغناطيسي، ديال العلاج بالتقبل والالتزام ديال الطفل الداخلي، وفيه ايضا لي نيغوسيونس علم الاعصاب، فيه الكوغنيتيف كوتشين، وفيه ايضا لو جورنال ثيرابوتيك. اي دونك فريمون سي انكرويابل، سي ان بروغرام كومبلي، ان باكي. كاين واحد التحدي ديال حصص التامل تدير بحال الام بي اس ار ديال 8 الاسابيع، كل نهار بالليل كتسمع واحد الحصه اوديو، ودونك فيها 70 ديال الحصص اوديو كلك تتبعهم على مده 8 الاسابيع، وتتبع داك لو تشالنج ديال التحدي ديال مايندفولنس بيزد ستريس ريداكشن اللي كيتسمى الام بي اس ار. وسينو كاين لو بروغرام ديال ليبنوز اللي عامر بالحصص، عميقين جدا، سي ان بروغرام كبير دوز مده طويله وانت كتفرج فيه. وايضا في هذه اللحظه كاينه اون غروند ريدكسيون، دونك تقريبا شي 78% دو ريدكسيون، سي لو مومون دون بروفيتي. دونك فوالا سي ان بروغرام كومبلي. علاش صوبتو هكا بروغرام كومبلي؟ لان في لي ريزو سوسيو
تشوف فيديو هنا فيديو هنا وفي التالي ما كتوصلش داك لو شانجمون اللي انت باغي. اي سوفي با دو بارلي، ما خصناش نبقاو نتكلموا على التغيير، ولكن خصنا نوصلوا للتغيير. خصنا ناخذ واحد القرار ديال سي بون انا غادي نتغير، وغنخدم هذا لوتي هذا الفلان الفلاني باش انني نتغير. وبحال كدير النيه انك تتغير وكتستعمل داكشي اللي تما، وفي التالي كيكون الخير. الله يحفظكم الاحباب. دونك ان شاء الله تشوفوا في نوفيل فيديو بروشينمون سور يوتيوب. الى اللقاء ان شاء الله، مع السلامه، باي باي.